على تليفون المهندس فيصل ابو العز نائب رئيس الشركه القابضه للغاز. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا بحضرتك، عايزين نعرف تفاصيل اكثر عن هذه الخطه، خطه توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في اي المناطق هتبداوا، باي مناطق؟ احنا سيادتك عندنا الخطه، عندنا ان شاء الله في خلال الثلاث سنوات القادمه ان احنا نوصل ل 2.4 مليون وحده سكنيه. البنك الدولي، قرض البنك الدولي والوكاله الفرنسيه اللي هم اجمالي بالظبط 596 مليون دولار بيساعدنا ان احنا نوصل على 1.5 مليون من ال 2.4 مليون عميل. هذا الكم من الوحدات السكنيه على مستوى الجمهوريه بالكامل في 26 محافظه. تمام. سيادتك تمام. وبنهتم اكثر بالصعيد، يعني كل اهتمامنا في الاول في الصعيد. تمام. طيب هل بناء على هذه التطورات، يعني ناس كتير بتتساءل هل في نية لرفع قيمة فاتورة الغاز الطبيعي؟ الرفع مرتبطة بسياسة الدولة، ودي يعني ما نقدرش نخمن فيها دلوقتي، ان الغاز الطبيعي للمنازل هو لسه مرفوع في 1 مايو الماضي، فما نقدرش نخمن دلوقتي غير ده كلها مرتبطه بسياسه الدوله بالدعم بالموضوع بالكامل، فما نقدرش نقول دلوقتي هل هتترفع ولا مش هتترفع. ما اعتقدش في الوقت الحالي مطلوب انه رفع الغاز الطبيعي كاستهلاك. حتى انت عارف سيادتك ان الوحده السكنيه الواحده بتتكلف حوالي 4500 جنيه عشان يوصل لها الغاز الطبيعي. الدولة بتتحمل 3000 جنيه والعميل بيتحمل حوالي 1500 جنيه. هذا الرقم غير قابل للتعديل في الوقت الحالي. ده بالنسبة لعملية التوصيل. بالظبط كده. انما الفاتورة اللي انا بقصد اللي هي الاستهلاك الشهري. اعتقد ان في الوقت الحالي غير متداولة ان احنا نزيد الاسعار دلوقتي، عشان لسه ما كملناش 7 شهور، لسه مزودين السعر من 7 شهور. تمام. طيب يا رب يفضل زي كده او حتى يرخص. لكن خلينا ارجع برضو لمساله القرض ده اللي هو 500 مليون دولار امريكي. يعني كيف سيتم، او عندكم خطه علشان تصرف هذه المبالغ لكي يصل الغاز الطبيعي الى المنازل في المناطق الفقيره؟ هو في منحه من مع القرض، مش من ضمن القرض، يعني القرض ده عباره عن 500 مليون دولار من البنك الدولي زائد 96 مليون دولار من الوكاله الفرنسيه للتنميه، دول قرض. اما في الوكاله الفرنسيه معطيه لمصر منحه حوالي 45 مليون يورو بتساوي حوالي 58 مليون دولار، ده منحه للمناطق الفقيره. تم دراسه هذا الموضوع واحنا في مفاوضات معاهم ان احنا هذه المنحة توزع على الفقراء في مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية وخصوصا في مناطق الصعيد. وتم الاتفاق ان احنا نتفق على ان العميل اللي بيستهلك كهرباء اقل من 250 كيلو وات في الشهر يعتبر ان هو محتاج المنحة دي، ممكن ياخد المنحة. نعم. طيب نقطة أخرى يا باشمهندس، هل تم اتفاق بين شركات الغاز وأصحاب مصانع الطوب؟ احنا عندنا مشكلة في كميات الغاز دلوقتي حاليا. طبعا يعني عشان الكهرباء كنا بنستخدمها كمية كبيرة من الغاز. مصانع الطوب احنا بنبص برضو مصانع الطوب ان هي تستهلك الغاز الطبيعي كوقود كمحروقات، وده المفروض يعني في أنواع كتيرة جدا من المحروقات ممكن نستخدمها بدل الغاز الطبيعي. فاحنا بنوفر الغاز الطبيعي لاستخدامات اخرى، عندنا استخدامات في البتروكيماويات، استخدامات في الاسمده، استخدامات في المصانع اللي هي محتاجه. يعني النهارده بنحاول نلفت نظر اصحاب المصانع الطوب والمصانع اللي هي ممكن تستخدم انواع اخرى من الوقود ان تستخدمه وتسيب الغاز الطبيعي للاستهلاك الفعلي المطلوب ليه. فمصانع الوقود لغايه دلوقتي اللي هي كانت بتستخدم مش هنقدر نقطع عنها الغاز. اما المصانع الجديده فبنقول لهم يا جماعه لو سمحتم في انواع كثيره جدا من انواع الوقود الاخرى. تمام، بشكرك شكرا جزيلا المهندس فيصل ابو العز نائب رئيس الشركه القابضه.